يعيش أهل أبو ظبي البالغ عددهم نحو 30,000 نسمة، منتشرين في مساحة من الأرض تبلغ حوالي 125,000 كيلومتر. هي مساحة الإمارة، متحدين الطبيعة القاسية في شغف من العيش في هذه العشش والبيوت القديمة، يكافحون في سبيل العيش والبقاء، يصارعون الزمن في الصحراء وفي البحار. واليوم وبعد كفاح طويل برير، يجني هذا الشعب ثمرة كفاحه بفضل والده وراعي نهضته صاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تولى حكم الإمارة في اليوم السادس من شهر أغسطس عام 1966. ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل الليل والنهار لبناء أبو ظبي عمرانا وعلما واقتصادا. هذا الرجل الذي وهب نفسه لخدمة إمارته وشعبها، يقودها في معارج التقدم والرقي السريع المبني على أسس علمية، ويحقق فيها نهضة شاملة لتحتل مكانتها اللائقة بين الأمم، إذ آمن بإسعاد شعبه وبتحقيق الحياة الأفضل لأمته، فسخر جميع الإمكانيات المادية والمعنوية في العمل من أجل هدف نبيل، وهو ثروة تصرف في منفعة الشعب. ولأجل رفعة الشعب ورفاهيته يصل عظمته الليل بالنهار وهو يعمل، حتى أضحت أبو ظبي كخلية النحل، عمل دائم سريع ومثمر. الإسكان الكبير وبناء المدينة الحديثة من أهم المشاريع التي توليها حكومة أبو ظبي جل اهتمامها. في كل بقعة من أرض أبو ظبي بناء وعمران، قصور وفلل ومساكن شعبية بنيت على أحدث الأساليب، وعمارات شاهقة، كل ذلك ليحل محل العشش والبيوت القديمة. الأعمال الكثيرة بالنسبة لعظمة الشيخ زايد لم تحل أو تغير من عادته وتقليده وطبيعته، لم يكن إلا أميرا حليما متواضعا. تراه بمجلسه اليومي يقابل جميع أبناء شعبه دون استثناء، يتلقى شكاوى الناس بصدر رحب، ويحل مشاكلهم بعقلية الرجل الحكيم المدرك الوعي، فلا حجاب بينه وبين أبناء شعبه الذين يعتبرهم جميعهم أبناء له.
وقد نظم عظمة الشيخ زايد شؤون الدولة وأنساها على قواعد متينة ثابتة. يساعده في ذلك رجال أشداء، منهم سمو الشيخ خليفة بن زايد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مبارك بن محمد. وأسست الدوائر الحكومية لمواجهة التطور المضطرد وتأدية الخدمات المختلفة. التخطيط هو أساس هذه النهضة. سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان رئيس دوائر الأشغال والصحة والتربية والمياه والتطوير، نجده وراء كل مشروع يعمل بلا كلل في مكتبه الرسمي أو في بيته أو في مجلسه، ويشرف بنفسه على المشاريع ومخططاتها وسير تنفيذها، مؤمن بسرعة بناء البلاد مع الحذر والدقة المتناهية. كرس كل وقته لهذا الهدف. من المشاريع الكبيرة التي تمت في أبو ظبي بناء هذا الجسر الضخم في مدخل مدينة أبو ظبي البري. يصل هذا الجسر بين مدينة أبو ظبي والطريق الموصل إلى إمارة دبي. وقد سهل هذا الجسر عملية المرور في منطقة المقطع. وهو من أهم المشاريع الكبيرة التي تم إنشاؤها في أبو ظبي. وهذا مشروع الكورنيش حول ساحل مدينة أبو ظبي، يسير العمل به على قدم وساق لإتمامه في أسرع وقت ممكن. هذه الآليات الضخمة لم تعرفها أبو ظبي قبل عهد الشيخ زايد الزاهر. تراها في كل مكان، فلا تكاد تخلو بقعة من أرض أبو ظبي من هذه الآلات، فهي منتشرة في المدن والقرى والبحر والصحراء. وفي نفس الوقت يجري العمل في بناء مطار أبو ظبي الدولي، أحدث مطار في الخليج العربي، أنشئ في منطقة المطار المؤقت قرب المقطع في مدخل العاصمة أبو ظبي. مشروع كبير أنجزت منه المرحلة الأولى، وهي مدرج الطائرات الذي يستعمل حاليا في هبوط وإقلاع الطائرات الكثيرة، إذ تسابقت شركات الطيران العالمية على تسيير خطوط رئيسية إلى أبو ظبي. وهذا مشروع الميناء الكبير. وهذه الكتل الكبيرة من الصلب من أدوات بناء الميناء الذي سيحل محل الميناء الصغير المؤقت الذي يستقبل كل يوم العديد من البواخر القادمة من مختلف بلدان العالم، تنقل إلى هذا البلد الناهض الآليات والمعدات والبضائع المختلفة. ومن العمران إلى العلم، فقد أولت الحكومة